لاحظت في هذه المحاضرة اللي حضرتك قلتها أنك كنت معجب بفكرة تسمية وزارة التربية والتعليم زمان والله يا ريت وزارة ترجع نفسك. المعارف. والله احنا كنا سابقين زماننا في هذا الشأن. في تقرير طلع برضو من البنك الدولي عن learning for life، انه التعلم مدى الحياة مش بس التعليم. هنا الفرق، تعلم. التعلم هو التعليم احد مصادر التعلم، لكن التعلم ده الواحد بيتعلم طول عمره، لكن التعليم هو التعليم المنهجي المدرسي. وفكرة المعارف هي النوليدج، انه المساله هنا المعرفه. طبعا المعرفه هو اكثر اتساعا، ان انا لما ادي الناس ادوات التعرف على المعارف المختلفه افضل من ان انا القنه. وبالتالي فكره وجود هذا المسمى وقتها، العبره بس مش بتغير التسميه، عندما يكون عندنا بقى ادراك اكبر لاهميه المعرفه واهميه تاثيرها على حياه الناس، قد يكون هذا وقتها اسم على مسمى. الصينيين كمان بيقولوا انه احيانا الازمات بتبقى نعمه وليست نقمه. ده صحيح. هو في كلمه صينيه معناها كده، انه الترجمه بتاعتها ان كلمه ازمه من شقين، هي نعمه ونقمه. والفكره هنا ان مساله هي نعمه لو انا استفدت بدروسها، ولكن فصول، واحد من فصول الكتاب، عده فصول بصراحه في موضوع الازمات بالذات، انا اتكلمت عن دروس غير مستفاده من الازمه الماليه العالميه. نحن بنكرر نفس الموضوع بذات الاسباب، التهاون في قواعد الرقابيه، التجاوز حتى مساله المضاربه الى نوع من انواع المقامره في الأسواق المالية. وعشان كده شايفين الانهيارات الأخيرة بعد قدر من المبالغة في المقامرة في أسواق المال. شفنا حتى الأزمات اللي شفناها في بلدنا في موضوع توظيف الأموال. يعني ما دي كانت أزمة عند الناس اللي حطوا فلوسهم في شركات توظيف أموال، ومنهم يعني مستريح الأسوان ده حديثا يعني. والمستريح ده جه بعد مستريح اخر بتاع الشرقيه، والاثنين دول جم بعد ناس برضو ضحكوا على الناس في السبعينات. حضرتك قلت هنا الحقيقه كلمه جميله جدا، قلت النصاب دايما محتاج لطماع. هو محتاج منظومه زي حاجه كده، يعني لازم يبقى فيه واحد طماع جدا، النصاب يصطادوا زي ما بيقولوا. بيقولوا يعني الاجانب بيقولوا تيكس تو تو تانجو، انه عشان ناس ترقص تانجو ما ينفعش واحد يرقص لوحده، لازم اثنين. فلو واحد نصاب وغاوي نصب لازم له ضحيه. وبالتالي اللي احنا شفناه، لا وبعدين محتاج مناخ كمان يساعده في هذا الامر، بمعنى ان هو يقدر يعملها بشكل سريع. وده النصاب دايما بيبقى اكثر ذكاء من المنصوب عليه. وبيخترع لك حاجه. في وقت من الاوقات لما كانت في الشركات بتاع توظيف الاموال، كان في شعارات دينيه كانت مستخدمه، كان في حد بيلاقي حد له اعتباره في المجتمع فبيسلم عليه وبيحط صورته في مدخل المكان عشان اللي داخله يقول له ده ناس بيعرف، ناس كبيره وكبارات ومحل ثقه. لازم في بداياته تظهر له كده براءه ما في انه بيرجع الفلوس في وقتها، بيعمل حاجه كده، ما بيعمل حاجه صوره عاليه، بيبقى وراه شويه ورش ولا شويه حاجات كده شكل ان في شغل. يعني وقت توظيف الاموال كان يقول لك مثلا في مشاكل في توفر الكراسات والكشاكيل، فعملوا مشروع الكشكول والكراسه، وكان ده كان واحد من المشاريع وقتها. عملوا بعض الكتب التراثيه وقتها عشان كان في اقبال وما زال على الكتب الدينيه والتراثيه. يعمل لك مشروع على الديك والفرخ، حاجات بهذا الشكل، يبقى شكلها كده حاجات ظريفه. وده مجرد شيء هامشي متواضع لا يمثل على الاطلاق الطريقه بتاع التمويل الهرمي. التمويل الهرمي اللي بنقولها كده بقى بلغه اهل الريف، اللي هي بيسموها ايه، من دقنه وفتله. يعني انه شكله بيعمل له حاجه، لكن الاساس ده منه هو. بيعمل ايه؟ بياخد المجموعه الاولى دي اللي بتبقى الطعم اللي جاي بعديها، واللي جاي بعديها بيسدد اللي قبله، واللي جاي بعده بيسدد الاثنين المجموعتين اللي قبلهم. ولكن هم بيسموها ليه نموذج التمويل الهرمي. الاستاذ الدكتور محمود عبد الفضيل يعني خد هذا المصطلح وحطه ده، او ما يعرف بالبونزي سكيم. بونزي ده كان واحد طلياني نصاب، وهو يعني خد الشهره العالميه ان كل واحد بينصب بيسموه ده زي بونزي. فزي بونزي ده معناه انه يعني عمله بونزي ده. زي واحد مثلا ما يكون بيلعب كوره كويس فيقول له مثلا زي محمد صلاح. فده بونزي خدها بقى في مصيبه. فقصه بونزي ده انه عمل الحركه ديت ولعب لعبه
انه الناس كانوا مهاجرين وقتها بعدد كبير وما كانش فيه وسائل الا ان يروح كل واحد يبعت لاهله حاجه، فبيستخدم الطوابع البريديه. فقالوا انا عندي صفقات بتيسر عمليه نقل الطرود والجوابات، وبالتالي وده هو النظام المالي بتاعي او النظام الاقتصادي بتاعي، بس انا عايز له تمويل. وبالتالي كل الناس قال لك ده راجل موجود ومعروف، وتلاقيه بقى بيسلم مثلا على فنانين كبار، على لعيبه كوره، على المير او العمده بتاع المكان عشان يكتسب ثقه يعني. وبعد شويه هي مساله وقت.